حكم استخدام شبكات الواي فاي دون علم أصحابها. الكثير من الناس لا يتساءلون هذا السؤال، لكن والحمد لله هناك حقا من يفعل، وقد تكون أنت منهم. ردت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على سؤال أحد الأشخاص، جاء فيه: هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية واي فاي أو الوايرلس الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟ أوضحت دار الإفتاء في جوابها بأنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، وكان كلامها بالحرف: لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفرة إذا كانت في الأماكن العامة كالمطارات ومراكز التسوق والفنادق والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. شكرا لكم على المشاهدة، نتمنى أن تنال الحلقة إعجابكم وأن تستفيدوا منها. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي يستفيدوا أيضا، ومرحبا بكم في حلقات مجلة الأسرار.